وإلى متابعة الأخبار المحلية، حيث أعلن إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول أنه تم توقيع العقد الخاص بمعسكر الفريق والذي سيقام ببلجيكا خلال شهري مايو ويونيو قبل التوجه إلى نهائيات كأس العالم بروسيا. وقال لهيطة أنه تم الاتفاق على إقامة مباراة ودية دولية مع المنتخب البلجيكي يوم 6 يونيو القادم، على أن يتم تحديد المدينة والملعب الذي سيستضيف المباراة في وقت لاحق. وأضاف مدير المنتخب أنه جاري عمل اتصالات مع منتخبات أخرى بشأن لعب مباراة دولية أخرى أو أكثر من مباراة قبل مباراة بلجيكا. قررت وزارة الشباب والرياضة تغيير اسم مركز شباب الروضة بالعريش إلى مركز شباب شهداء الروضة لتمجيد ذكرى ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في شهر نوفمبر 2017. واتخذ خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قرار تغيير اسم مركز الشباب استنادا إلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، وهو ما نشر اليوم في الجريدة الرسمية للدولة وبات العمل به ملزم. كما جاء في نص قرار وزارة الشباب توجيه مجلس إدارة مركز شباب شهداء الروضة بضرورة وضع لائحة تضم أسماء شهداء الحادث الإرهابي مع الاحتفاظ بكافة حقوق المركز المالية والإدارية. تنطلق غدا مباريات الجولة 26 لمسابقة الدوري العام بلقائين، الأول بين الاتحاد وإنبي على استاد برج العرب، والثاني يجمع النصر مع الزمالك على استاد القاهرة. وتستكمل مباريات الجولة يوم الجمعة بمواجهة واحدة بين طلائع الجيش مع بتروجيت على استاد الدفاع الجوي، بينما تقام 4 مباريات يوم السبت، حيث يلتقي أندية كل من الرجاء والأسيوطي والإسماعيلي والأهلي مع سموحة والداخلية وطنطا والإنتاج الحربي على الترتيب. وتختتم مباريات الجولة الأحد المقبل عندما يلتقي المقاولون مع المصري على استاد برج العرب، والمقصة مع وادي دجلة على استاد بني سويف. قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة حرمان نادي الداخلية من الجماهير المساندة له عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمس أمام المقاولون العرب في الأسبوع 25 للدوري. كما تمت معاقبة علاء عبد العال المدير الفني للداخلية بالإيقاف لمدة 2 مباراة بسبب اعتراضه على الحكم وتصريحاته ضد التحكيم عقب المباراة. كما تقرر إيقاف كل من محمود شكري إداري الفريق وحسين حسن سيد أخصائي التأهيل 4 مباريات لما بدر منهما من سلوك غير رياضي تجاه الحكام، ومنع عامل غرفة الملابس بفريق الداخلية من التواجد في المباريات حتى نهاية الموسم سواء أقيمت على ملعب الفريق أو على ملعب الفريق المنافس. ووقعت اللجنة غرامة مالية على المقاولون العرب بسبب نزول جماهير النادي لأرض الملعب بالإضافة إلى الاعتراض الجماعي على الحكم. يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم مواليد 99 للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية عن طريق الانتظام في معسكر يقام في الفترة الحالية تحت قيادة حمادة صدقي المدير الفني وأسامة حسني المدرب العام وتامر حسن المدرب ووليد عطية مدرب حراس المرمى. ويقام المعسكر في مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر على أن يتخلله 2 مباراة وديتين في أول معسكر للفريق تحت قيادة الجهاز الفني الحالي. ونتابع في التقرير التالي جانب من معسكر المنتخب.
قرية المنتخب من خلال الدوري الممتاز 99، وعملنا لفة في الصعيد ولفة في بحري وبورسعيد. اخترنا بعض العناصر اللي تبقى موجودة معنا في المنتخب، يمكن بعمل كل شهر ثلاث ايام كده تنشيط للذاكرة. احنا اخر مرة كنا متجمعين لتجمع كبير شهر 12 في صورة الكثافة في زامبيا، وقدنا دورة يعني مدتنا مؤشر كويس الحمد لله. وان شاء الله عندنا تجمع كبير في شهر 3، وباذن الله بعد نهاية البطولة 23/4 عندنا التجمع الكبير اللي يسبق المباراة الرسمية في 11/5 ان شاء الله. انا محمد فخري محمود رمضان، لاعب نادي الاهلي، جاي من نادي غزل المحله في شهر 1 اللي فات ده. كنت جيت هنا المنتخب من الكابتن حماده، ما كنت اختار لما كنت في نادي غزل المحله في الدرجه الاولى. واحنا دلوقتي بنستعد للتصفيات افريقيا اللي مقرر ليها ان شاء الله في شهر 6 الجاي. اول مباراه رسميه ان شاء الله هتبقى عندنا في شهر 5. نتمنى ربنا ان شاء الله يوفقنا يعني، وتبقى يعني بدايه موفقه. الحمد لله كل العناصر يعني او 90% من العناصر اللي احنا تم اختيارها من سنه الحمد لله دلوقتي بدانا نشوفها مع الفريق الاول، مع انديتهم بدانا نشوف فيه لعيبه في الدوري الممتاز، بدانا نشوف حتى اللعيبه اللي متمرنش في ما لعبتش في الدوري الممتاز بنشوفها دلوقتي بتتمرن حتى مع انديتها مع الفريق الاول وبتشارك في المباريات الوديه. فان شاء الله نوصل لشهر 5 يعني نشوف اكبر عدد من اللعيبه بيشارك في الدوري الممتاز، وده طبعا هيدينا برضو استفاده وخبرات للعيبه انها يعني مع الاحتكاك الدولي تكون متواجده.